السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم عن أصدقاء الطفولة اللي أنا تربيت معاهم وعشت معاهم، خاصة في حي الحلمية الجديدة في مدرسة أحمد ماهر الابتدائية أو مدرسة المحمدية الإعدادية. كانوا كلهم أطفال متميزين أذكياء، يعني كلهم جابوا أكثر من 90% في الابتدائية. أنا كنت أقلهم، جبت حوالي 89.6% في الابتدائية. منهم صبري وكان ساكن جنبنا، كان من عيلة يعني تعتبر يعني من عيلة العصرية، ابنه وابنة، والأب كان موظف محترم. محمد سعيد كان ذكي جدا 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 أيضا. علي ذهني وأخوه كانوا ساكنين في المضفر، ووالده ووالدته ماتوا في حادثة كانت عمته بتاخد بالهم منهم. حسن وكان ساكن في الرفاعي كذلك. سعيد وكان ساكن في الحلمية كذلك، كان ذكي جدا 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 جدا. هم دول. وبعدين مع محمود ابن عم إبراهيم بتاع الجرايد، وده كان ساكن في الشارع عندنا كذلك. كلهم يعني صبري ومحمد سعيد وعلي ذهني وعلي ذهني، كل دول دخلوا الهندسة، سواء كان هندسة القاهرة أو هندسة عين شمس. حسن فقط هو اللي دخل كلية الفنية العسكرية. وبالإضافة إلى هؤلاء الأطفال اللي هم كانوا كلهم أذكياء جدا جدا، وكان كلنا بنعتمد على أنفسنا في الدراسة والمذاكرة، دون أغلبهم يعني دون أن يكون عندهم مدرسين خصوصيين. أيضا كان معايا في نفس البيت، كان أكبر مني في السن حمادة، وكنت بلتقي بهم هو وحسني من الشارع اللي بعدينا. ودول كان الأصدقاء اللي أنا عشت معاهم جزء كبير جدا من طفولتي، وتعلمت منهم إزاي لابد أن نحصل على المعلومة ونتميز في طلب العلم، ونكون أطفال يعني نجيبين نحصل على أعلى الدرجات في المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا شاهدتوا الفيديو فالرجاء تفعيل جرس الانتباه، وفي نفس الوقت مشاركة الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.